بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الثالثة اللي هي وحدة الطرح، وده الدرس الأخير وهو الحساب العقلي. الحساب العقلي، الطرح عن طريق الحساب العقلي، عمليات ذهنية. يعني مثلا انت معاك 5000 وعطت لاختك 1000، يبقى انت معاك كام؟ 5 من 1 يبقى 4، يبقى انا معايا 4، وهكذا. يبقى انا بحسب العمليات ذهنيا، عمليات ذهنيا. والعمليات ذهنيا بتعتمد على معرفتك الكبيرة بالمواضع اللي هي الآحاد والعشرات والمئات والألوف وعشرات الألوف. هنا بيقول لي ايه؟ اوجد الناتج لكل مئة مباشرة بدون إجراء عملية الطرح. هنا 7536 ناقص 7000، يبقى 7000 اهي راح مش شايلها كده، يبقى هنا ايه؟ باقي 536. 462 ناقص 400 يبقى ال 400 تسالي، يبقى بقى 62. 75640 ناقص 75000 يبقى 75000 هتتشال، يبقى بقى ايه؟ 640. 3040 ناقص 3000 يبقى ال 3000 هتتشال، يبقى الباقي كام؟ 40. يبقى الباقي 40. يبقى انا بطرح المنازل العشريه من بعضها. ما هي 7000 مثلا، هنا 7000، اعتبر دي 7000 بس، يبقى 7000 ناقص 7000 راحوا مع بعض، يبقى الباقي كام؟ ده هنا 462 ناقص 400، ال 400 مع ال 400 راحت، يبقى باقي 62، وهكذا. يبقى ده بسميه الحساب العقلي او الذهني بدون اتباع الطريقة المعتادة للطرح. اكتب الناتج لكل ممال. 4635 ناقص 635، ادي 635 راحت، من ال 635 راح، يبقى باقي كام؟ 4 في منازل الايه؟ في منازل الالاف، يبقى 4000. 37026 ناقص 26، يبقى 26 راحت، يبقى 37، ال 26 اتحط محلها اصفار، يبقى 37000. هنا 87941 ناقص 7000، يبقى ده كله هيروح، 7941 اتحط محله اصفار، يبقى كام؟ يبقى 80000. 80000. خد 53714، ال 14 راحت اتحط محلها اصفار، 735. اطرح بمجرد النظر، 2734 ناقص 1000 يبقى بقى 1734. ما هي دي الالوف، طرحت منه الالوف، يعني هنا الاثنين طرحت منه واحد، يبقى واحد وانزل الارقام الباقيه زي ما هي. 8305 دي 100، يبقى انا هطرح واحد من المئات اللي هنا، ده يبقى 200 بس، ده هتبقى 2، يبقى 5 6 2 8 كله ينزل زي ما هو. 200 يبقى تطرح من 200 ديت، يبقى 0، يبقى 9 5 0 6. هنا 40، يبقى هتطرح من ال 40 اللي هنا من العشرات، يبقى 0، يبقى 7 0 8 3 9. 8 3 9 طيب ناخد بقى شوية تمارين عامة. بيقول لي اطرح 2357 من، يبقى من دي اللي فوق، وده ده المطروح منه، ده المطروح منه، وده المطروح، ثم اضف الناتج الى كذا. يبقى احنا اولا عندي ايه؟ 23194 ناقص 2000، معلش عشان نرص الاعداد صح، يبقى ادي 4 9 1 3 2، هنا 7 5 3 2. اطرح 4 ناقص 7، شاطر، ما ينفعش استلف من هنا، دي هتبقى 8 ودي هتبقى 14. 14 ناقص 7 كام؟ 7. 8 ناقص 5، شاطر، 3.
طيب هنا واحد واحد ناقص تلاتة ما ينفعش، يا سلف من دي يبقى اتنين، ودي الواحد هتبقى 11. 11 ناقص تلاتة كام؟ 8. شاطر. 2 ناقص 2 صفر، والاتنين ده ما تحتوش حاجة، يبقى كام؟ يبقى 20837. 20837. الناتج ده اللي هو 20837 لما هضيف له 9024. 9024 هنجمع 9 و7 16، 6 ومعايا الواحد، 1 و3 4 وصفر يبقى 4، 8 و2 10 يبقى 0 ومعايا الواحد على الصفر، 1 و4 5، الاتنين ما تحتهاش حاجة. شفت رصة الحروف، رصة الأرقام تحت بعضها ازاي مهمة؟ انت ممكن واحد يحط الأربعة تحت الاتنين يلخبط له المسألة، يبقى أنا برص عدد تحت عدد بالظبط، عدد تحت عدد بالظبط بدون ما عدد يختلف. قول لي اوجد ناتج، انا هحل مسألة واسيب لك المسألة. يبقى دي بعمل فيها ايه ديت؟ انا عندي جمع وطرح، يبقى لازم الجمع الاول كده، يبقى لازم اجمع الاول الناتج اطرحه بقى من ده. يبقى نجمع كده، يبقى 5 7 1 8 هنا 3 4 2 6، شايف كل رقم تحت رقم ازاي؟ هنجمع 5 و3 8 7 و4 11، واحد ومعايا واحد، 1 و1 2 و2 4، 8 و6 14، يبقى كام؟ 14418 ناقص 9751، يبقى ده 14418. 1 5 7 9، طرح ده 8 ناقص 1 7. طيب 1 ناقص 5 ما ينفعش يستلف، يبقى دي 3 وده هيبقى 11. 11 ناقص 5 6، 3 ناقص 7 ما ينفعش يستلف من دي 3، يبقى دي 13. 13 ناقص 7 6، 3 ناقص 9 ما ينفعش هستلف من دي تصبح صفر، ودي 13. 13 ناقص 9 4 والصفرين، يبقى 4667. وقف الفيديو وحل انت الايه، حل رقم ب، حل رقم ب. خد مثال تاني، بيقول لي بدون اجراء عملية الطرح ضع علامة دي ايه دي؟ شاطر، اصغر، يبقى اللي جهة الشمال كده اصغر، اللي جهة اليمين اكبر، وده علامة يساوي معروف. طيب هنا 3000 وكسور ناقص 2000 هيديني 1000 وكسور، 1200 وحاجة، يعني 1294، ودي 1000 يبقى دي اكبر. طيب هنا 45000 وهنا 12000، يبقى عدد كبير جدا، يبقى الباقي عدد كبير، هيبقى اكبر من 4000 بكتير. هنا 1900 يعني 2000، وديت 500 يبقى كام؟ يعني في حدود 1500 تقريبا، ده 1900، ما هي هي، يبقى ده يساوي، معلش، يبقى نفس الرقم، ده طرح ده وده العدد، الناتج هيكون يساوي 8645 ناقص 367. لا مش يساوي، دي 52 مش 25، معلش، يبقى ده 1987 مظبوط. زي ده هنا هطرح منه 425، طيب هنا هطرح منه 452، انه الكبير ده الكبير لما بطرحه معناته هيديني عدد صغير، يبقى ده الاكبر، يبقى ده الاكبر. 8645 ناقص 367، 8645 اهي، وهنا ناقص 367 نفس العدد، يبقى ايه؟ يساوي نفس برضو الغلطة دي، 54 وده 45، لا مش يساوي، يبقى 8645 دي 54، انو الكبير ده الكبير،
54 وده 45 الكبير ده، لما اطرح منه نفس العدد يبقى ده يبقى الناتج هنا هيبقى اكبر، يبقى ده هيبقى اكبر 7400، وهنا 2700. خلاص يبقى ده كام؟ وهنا 8400. انه الكبير ده 8400 وده 7000، يبقى 1000 الفرق. ده اكبر ب1000. طيب هطرح منه 2700 وهنا 3700، الفرق 1000 هنا، 1000 هنا، معلش 1000 هنا. طيب هنا 3700 2700، الفرق برضو ايه؟ 1000 هنا. راحوا مع بعض الاثنين، مع 1000 هنا و1000 هنا، يبقى ده ايه؟ هيصبح يساوي. مظبوط كده؟ مظبوط. يعني انت لو طرحت دول كده، خلينا نطرحه هنا ايه، ادي الصفرين و14 من 7 يبقى 7، وهنا 7 من 2، 6 من 2 كام؟ 4700. طب هنا الصفرين اهمت، وهنا 7 برضو، و8 اللي هي 7 هتبقى 7 من 3 يبقى كام؟ 4700. ما هي انت ملاحظ هنا 1000 دي زيادة، خلاص اتطرحت هنا في الزيادة برضو، يبقى العددين هيكونوا متساويين، العددين هيكونوا متساويين. بيقول لي زار مصر في أحد الشهور 76123 سائح، وفي الشهر التالي زارها 87679 سائح، فما الفرق بين، يبقى الفرق برضو بيقول لي فما الفرق، يبقى طرح، يبقى ادي 76123 ناقص 7. انه كبير، انه كبير، انا بحط الكبير الاول، الكبير الاول اللي هو ايه 87000، يبقى 87679 ناقص 76123، نحطهم تحت بعض، 87679 هنا 3 2 1 6 7، نطرح 9 ناقص 6 كام؟ 9 ناقص 3 كام؟ 6. 7 ناقص 2 5. 6 ناقص 1 5. 7 ناقص 6 1. 8 ناقص 7 1. يبقى كام؟ 11556. الفرق بين الشهرين، الفرق بين عدد السياح من الشهر ده من الشهر ده. كان عدد المواليد في أحد الشهور في محافظة 46052 نسمة، وعدد المواليد في محافظة أخرى 58000، ده الكبير، فما الفرق بين عدد المواليد في المحافظتين؟ الفرق بين عدد المواليد هيبقى كام؟ الكبير الأول اللي هو 58643، هنا 46052، يبقى 58643، هنا 2 5 0 6 4، نطرح 3 من 2، 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 5 ما ينفعش نستلف، يبقى دي 5 ودي 14، 14 ناقص 5 9، 5 ناقص 0 5، 8 ناقص 6 2، 5 ناقص 1 1، يبقى كام؟ 12591. فرق المواليد، فرق المواليد. يبقى احنا كده انهينا ان شاء الله الوحدة الثالثة. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.